منذ أكثر من شهرين وأهالي القريعات بدون ماء، الأمراض الجلدية بدأت تنتشر في المنطقة دون أي حلول حقيقية حول المياه في هذه المنطقة. الحديث أكثر سنتحدث مع شيوخ العشائر منطقة الجوية في القريعات من دون ماء دون أي حلول. ناشدت أحد، أتيت إلى أحد من الحكومات. السلام عليكم، نشكر جيدتكم على هذه الساعة. احنا اولا انا جبتها من امين بغداد الى وكيل امين بغداد الى مدير عام ماء بغداد الاستاذ خالد. علما رحنا راجعنا الى ان طلبنا من محطة يسوونا، قالوا عمي حصة الموافقة كلها كملتها. بعدين جاء استاذ خالد الرجال، قلت له ما عندنا مي خلال ماكو بالمراجعة، جانا مي خلال شهر الحمد لله كلها قامت حتى نشكرته مرتين. ورا 15 يوم انقطع المي ابدا، وهي صار لها شهر ماكو مي حتى شهرين، اكثر من شهرين. وهسه حاليا احنا ماكو مي، وغرقوا عندنا اثنين من ورا المي. اربعه غرقوا من ورا المي ماكو مي يصبحون به. الناس بالضيم قاموا يجيبون لنا التناكر، صرنا شلون المهجرين واحنا بنص الشط، نص الاعظميه، بنص الخير. شنو موضوع الامراض الجلديه اللي تنتشر؟ امراض جلديه، لان قاموا يجيبوا لنا ماي بالتناكر، والماي هذا ما يكفي. نطلب احنا من سياده دوله رئيس الوزراء، قال يسمعني دوله رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، لان يقول خدمات الخدمات، احنا كل خدمات ما عندنا، صفر الخدمات. الناس دوله رئيس الوزراء هسه افتهمنا كل شيء ما عندنا، اهم شيء الماي. المي ما عندنا، لان هذا هسه ما نقدر خلال يومين ننطي بعد مهله، لان راجعنا ما خلينا حتى ملينا. وين المشكله بالضبط؟ يوميا يقولون نفتحوا لنا ربطه، ماكو خمس ربطات فتحنا ابو سرمد وماكو. شنو المشكله؟ وين المشكله؟ ما اعرف والله اعلم. كثير من الحديث يدور هنا، وسنكون معكم بتقرير مفصل عن موضوع المياه. الله اكبر يا علي، الله اكبر يا علي.